حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عصام حماد المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في صندوق العمل تمكين. أهلا بك في نشرة الثالثة ونبارك لكم بالطبع هذا الإنجاز الجديد وليس بالغريب. بداية ماذا يمثل لكم هذا التكريم الدولي المستحق؟ السلام عليكم، مساء الخير جميعا ونشكركم على الاستضافة. بداية جدا على حصول صندوق العمل على جائزة الأفضل في خدمة العملاء والمقدمة من قبل مؤسسة Contact Center Work، وهذا يأتي تقديرا لتميز الصندوق في مجال خدمة العملاء. ومثل ما تفضلتوا تم تكريم صندوق من بين عدد من الدول مرشحة من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط اللي تتضمن البرتغال وتركيا وجنوب أفريقيا، ويعتبر هذا التكريم بمثابة دافع لنا لمواصلة خدمة العملاء على أعلى مقاييس الجودة. وطبعا لا شك أن رفع مستوى رضا العملاء يمثل جزء من توجيهاتنا الاستراتيجية اللي تساهم في تحقيق الأولويات الوطنية لتطوير أداء المؤسسة. نعم، أيضا ما هي العوامل التي أدت لاستمرار مركز تمكين في الحصول على جوائز التميز في مجال خدمة العملاء؟ طبعا لابد أن نشيد بأن التميز في خدمة العملاء يعتبر من الأولويات اللي تركز عليها الحكومة الموقرة واللي تشجع كافة الجهات الحكومية من خلال مبادرات اللي تضمن تطوير تحسين الخدمة بما فيها مبادرة تقييم. وكما تركز توجيهاتنا الحالية على تطوير الخدمات المقدمة للعملاء عبر توفير منصات خدماتية متعددة قائمة على التقنيات الرقمية بهدف تقديم تجربة مختلفة تتناسب مع احتياجات العملاء في كل المراحل. نعم، بالتأكيد نجدد لكم التهنئة بهذا الفوز. السيد عصام حماد المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في صندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.